محاضرة شطرنج مهمة جدا لترفع مستواك بعنوان Prophylactic Thinking أو التفكير الوقائي، فتابعنا بهذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف الشطرنج، معكم إياد الرضوان. إذا راح نتابع بشرح كتاب يوسوبوف، وصلنا عند الفصل 12 بعنوان التفكير الوقائي. قبل ما نشوفه لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاشتراك بقناة الذكاء الصناعي، رابطة موجود بالوصف وبشاشة النهاية. قناة إن شاء الله راح تتطور بشكل سريع، ولكن محتاجة لدعمكم لحتى تأقلع، وأيضا قناتي الثانية موجودة بالوصف. فالآن راح نشوف المباراة الثانية من الفصل 12، اللعب الوقائي. طبعا مباراة بين يوسوبوف بالأبيض وتوميشنكوف بالأسود. طبعا لاعب الأبيض بلش بنقلته المعتادة C4، فرد عليه B6. طبعا هاي النقلة غالبا راح تحول الافتتاح من الإنجليزي لكاروكان. E4 D5 E takes D5 C takes D5 وعنا D4. طبعا تحول الافتتاح لكاروكان هجوم بانوف، Knight F6 Knight C3 Knight C6 Knight F3 والبيشوب على G4. الآن رح ناخد البيدق، فرح ياخد بالحصان، والآن كوين على B3. طبعا عم يطلب البيدق B7، فالآن رح ناخد الفيل، ولسه التهديد قائم على البيدق. طبعا هون الحصان برجع على B6. ايضا هون ممكن النقلة الرئيسية هي النقلة E6، فاذا اخذ البيدق فرح يجي فرح ناخذ البيدق. الان B5 كيش، نايت تيكس بيشوب، الان كوين على C7 لحتى نفقد اللاعب الاسود حقه بالتبييت، الملك على E7، والان رح ناخذ البيدق. طبعا خط رئيسي ونقلات طويلة، ولكن اللاعب الاسود هون لجئ للنقلة الثانية وهي النايت على B6. فالآن عنا D5 نقلة قوية، فالنايت على D4، فهون الفيل على B5. طبعا هون لاعب الأبيض عم يحاول يعني يستثمر تفوقه بالانتشار بهاي الكش لجعل الجيم أكثر حدية. طبعا هون الخط الرئيسي يعتبر هدول النقلتين الرئيسيتين، الفيل على B5 كش والكوين على D1. طبعا هي الخط الرئيسي، ولكن هذا الخط اهدأ شوي. هون برد E5، فرح ناخد بالتجاوز، رح ياخد، والان فيل على E3. حاسس انه الفيديو تحول لدرس افتتاح، بس لان انا بلعب هذا الخط فيعني نقلات بعرفون. طبعا الان B5 كيش، فالحصان على D7. طبعا هون بدل التغطية بالحصان في كتير لاعبين رح ياخدوا، فهون الكاتب عم يقول انه رح ناخد بالوزير، وهذا الحقيقة كلام غير صحيح، كلام خاطئ حرفيا. هون رح نغطي بالوزير، هاي نقلة ذاكرة الكتاب، ورح نكسر. طبعا الملك رح ياخد، والكتاب عم يقول انه في افضلية للاعب الابيض. يعني وين الافضلية؟ انا ماني شايف افضلية، انا شايف افضلية للاعب الاسود. في عنا بيدق هون معزول، بيدقين هون متزاوجين ومعزولين، ما في اي نشاط او اي شيء للاعب الابيض. فاذا هذا تحليل خاطئ من الكتاب. طبعا هون النقلة الصحيحة هي النايت على B5، وهذا الدور ملعوب عشرات المرات. يعني انا ماني عم احكي من عندي، وكل جراند ماسترات وكل المباريات على المستوى الكبير الملعوبة بهذا الموقف اخذين بالحصان وليس بالوزير مثل ما ذكر الكتاب. وهون في عنا افضلية واضحة للاعب الابيض. طبعا ولكن مثل ما قلنا ما موضوعنا افتتاح، ولكن يعني عم نصحح خطأ الكتاب. على كل حال هون اللاعب الأسود يعني ما أخذ الفيل ورجع بالنايت على D7. فهون لاعب الأبيض لعب الكوين على E5، طبعا طالبا الحصان، فهون النقلة E5 طبعا كانت بلندر حقيقي من اللاعب الأسود. طبعا هون النقلة الأفضل هي نايت تيكس بيشوب، كوين تيكس نايت، G6 وتبييت، يعني هذا الخط الرئيسي. ولكن هون E5 يعني عطت أفضلية كبيرة للاعب الأبيض. فإذا بنرجع شوي، هون مثل ما أن النقلة الأفضل هي النايت تيكس B5، فالوزير رح ياخد، والمبادرة عند اللاعب الأبيض وانتشاره الأفضل يعني رح يعوضه عن ضعف هيكلية بيادقه. ولكن هون النقلة نايت على F3 أيضا رح تكون خطرة على اللاعب الأسود. هون الملك على F1، ويعني وضع اللاعب الأسود معقد شوي. فإذا بنرجع على جيمنا، هون اللاعب الأسود لعب نايت، لعب الإي 5، فالآن رح ناخد D takes E5 Knight takes E5.
فهون لاعب الأسود الآن رح يلعب النقلة A6 يعني لحتى يطرد الفيل ويفك الربط، فهون لاعب الأبيض يعني لعب الفيل على A3. طبعا نقلة ضعيفة، هي ما ضعيفة بحد ذاتها، ولكن سبب ضعفها أن فوتت نقلة قوية جدا بتوقع أنك مستحيل تشوفها. وقف الفيديو وحاول تلاقي النقلة الصحيحة بهذا الموقف. عزيزي المشاهد، النقلة الصحيحة واللي شافها بتروسيان واقترحها هي الفيل على G5، نقلة قوية جدا طالبا الوزير. طبعا هون الفيل مهدد بقطعتين وغير محمي، إذا أكلت بالوزير فببساطة رح ناخذ الحصان مقابل الفيل. فالملك على الE7 والآن النايت على الE4 طالبا الوزير، ومبادرة قوية للاعب الأبيض. فأيضا هون بدل أخذ الوزير إذا أخذه بالحصان رح يكون عندنا تبييض طويل، والضغط على الحصان لا يقاوم، وبالتالي رح يسقط الحصان ورح يرجع اللاعب الأبيض قطعته مع أفضلية كبيرة. ولكن هون لاعب الأبيض يعني لعب نقلة الانتشارية الطبيعية واللي هي الفيل على الE3. طبعا هذا الفرق بين النقلة العادية اللي هي الفيل على الE3 والنقلة الوقائية اللي شفناها وهي الفيل على الG5. فإذا الآن بعد نقلة الفيل اللاعب الأسود فعلا بيهدد الفيل الأبيض بالنقلة A6، فاللاعب الأبيض يعني راح يكون مجبر على تكسير الحصان. فالكوين تيكس بيشوب، كوين تيكس كوين، وكينج تيكس D7. طبعا هون لاعب الأبيض يعني لازم يستثمر هذا الموقف المفتوح للهجوم على الملك وتعويض ضعفه بهيكلية البيادق، فلذلك هون رح يلعب نقلة قوية وهي التبييض. هلا بهذا مثل هيك موقف يعني النقلة المنطقية هي الكوين على الملك على الE2، ما في داعي تبيت وتحط ملكك بعيدا بG7، خليه وسط الرقعة باعتبار ما عاد في خطر. ولكن مثل ما قلنا يعني نحن بحاجة للعمود دي ربما للقلعة، وبدنا الوقت الأسرع، فبالتالي يعني التبييت هون أفضل. طبعا جهزنا القلعة مباشرة للانتشار وخلينا العمود مفتوح. فهون لاعب الأسود لعب الفيل على D6. الحقيقة اللاعب الأسود يعني عنده طريقتين لتطوير أو دعم موقفه، هن طبعا أنه يحط الملك بمكان آمن. الملك الآن معرض للخطر، كيف راح يحط الملك بمكان آمن؟ مثلا أنه يلعب القلعة على C8 ثم يلعبها على C6، وبالتالي بقدر الملك يفوت على C8 ويكون بمكان آمن. أو بعد ما لعب الفيل ممكن يلعب القلعة على D8، قلعة F، بعدين يفوت الملك على الخانة E8، وطبعا ممكن يفوت على جناح الملك ويكون آمن. اللاعب الأسود اتبع الخطة الثانية، فلذلك نشر الفيل والآن عم يفكر أنه يحط القلعة على D8 ثم يرجع بالملك. الأفضل هون أنه كان يعتمد الخطة الأولى، القلعة على C8، وهون رح يكون عنا القلعة على D1 كيش. فالآن رح نغطي بالفيل، والآن النايت على الE4، طبعا رح نضغط على هذا الفيل، طبعا خط جميل جدا، فرح نحميه بالقلعة. الآن القلعة على C1 عم نضغط على هاي القلعة، فالآن القلعة على D8 نقلة قوية. طبعا انك تلعب القلعة على C8 رح تكون كارثة وبلندر، لانه هون ببساطة رح ناكل الحصان. طبعا إذا أكل الحصان رح ناكل القلعة مع كيش، وبالتالي اللاعب الأسود مثل ما أنك شايف خسر قلعة، فلذلك هون ما رح ياكل الحصان وإنما رح ياكل القلعة، فرح ناكل بالفيل وليس بالقلعة. فكرته أنه ياكل بالقلعة فمناكل الحصان، لا، هون مناكل بالفيل وأفضلية كبيرة. ولكن النقلة الصحيحة طبعا القلعة على D8 لحماية الفيل بعد تحريك الملك، فهون رح ناكل القلعة، رح ناكل القلعة، فكيش بالقلعة على C1، الملك على B5، طبعا كيش والملك على C6، والوضع متعادل. طبعا نرجع على جيمنا، هون لاعب الأسود لعب الفيل على D6، فالآن لاعب الأبيض لعب النايت على D5، نقلة قوية جدا، عم ننشط الحصان ونمنع اللاعب الأسود من تأمين ملكه بالخطتين اللي ذكرناهن. طبعا مثلا إذا إجا على C1 رح يكون في عنا كيش ورح تطير القلعة، وطبعا إذا إجت القلعة على D1 أيضا رح الآن يكون في عنا كيش وأيضا رح تطير القلعة. وطبعا بدل نقلة الحصان شفنا القلعة على D1 ما رح تحقق شيء، رح يرجع يتكرر نفس الموقف السابق اللي شفناه. فإذا هون النايت على D5 واللاعب الأسود بيلعب القلعة على D8.
فإذا اللاعب الأسود عدل الخطة قليلا، بدل ما يلعب القلعة على السي 8 فراح يلعب القلعة على الدي 8، والآن الملك راح يروح على الأمان على الخانة سي 8. فهون اذا القلعة على السي 1 لحتى نمنع الملك انه يطلع. طبعا هون اذا لعب القلعة على الدي 1 قلعة الاف، فالملك راح يروح على السي 8 وما راح تقدر تعمل معه شيء. فمثلا اذا اجى الفيل راح يهدد القلعة، فالقلعة راح تروح على الاي 8 وما في اي مشاكل والوضع متعادل. فاذا القلعة الان على السي 1، فالان النايت على السي 7 لحتى يعمل شيلتر للملك لحتى يقدر يفوت على الخانه سي 8. طبعا انه يروح بالملك على الاي 8 ايضا ما راح يكون الوضع مريح للاسود بعد نقله القلعه على الدي 1. فاذا هون نايت على السي 7، فهون طبعا عم يعرض تكسير الحصان، فلذلك نايت بي 6 كيش. فطبعا الافضل للاعب الابيض لاعب المهاجم انه ما يكسر، انه يخلي القطع على الرقعة، لأنه تبسيط الموقف يعني راح نروح للنهاية، والنهاية مثل ما أنك شايف بيادق اللاعب الأبيض راح تكون لصالح اللاعب الأسود. فالآن الملك على الإي 6 والقلعة على الإي 1. فإذا هون بدل القلعة على الإي 1 أكيد راح تكون سيئة القلعة على الدي 1، لأنه هون راح يلعب اللاعب الأسود نقلة قوية وهي الجي 5. طبعا أكيد ما فيك تأكل البيدق لأنه يعني راح نربط الفيل. طبعا الان خطة لاعب الاسود انه يلعب البيدق اف 6 ثم يجي بالفيل على الاي 5، ويعني وضع اللاعب الاسود ممتاز. فاذا هون اللاعب الابيض لعب القلعة على الاي 1، فالملك على الاف 5 والقلعة على الدي 1. فطبعا تهديد انه ياكل هذا الفيل، فلما راح تاكل القلعة راح ياكل الحصان، وهيك بكون ربحنا فيل وحصان مقابل قلعة. الان النايت على الاي 6. طبعا بدل هاي النقلة ما بيمشي الحال تيجي تحمي الفيل بالملك من الاي 6، لانه هون ببساطة رح ناخد الفيل مع كيش. طبعا اذا اخد بالقلعة ببساطة مثل ما بدنا رح ناخد الحصان واللي بدنا اياه صار. طبعا اذا اخد بالملك رح يكون عنا الفيل على الاف 4 كيش، ورح يسقط الحصان ايضا. فاذا هون النايت على الاي 6، فالان قلعة على الدي 5 كيش والملك على الاف 6. فهون بدل نقلة الملك على الاف 6 ايضا نقلة جي 6 ممكنة، وربما افضل من النقلة الملعوبة. حتى هون فيك تغطي بالفيل وايضا الوضع متعادل. طبعا اذا طلب الفيل من الحصان على الدي 7 راح نلعب النقلة اف 6 والوضع متعادل. فالان قلعة على الدي 1، الفيل على السي 7، النايت على الدي 7 كيش، والملك على الاي 7. واللاعب الابيض استعاد مبادرته، والآن راح يبلش ضغط على جناح الوزير، فلذلك راح يلعب نقلة قوية وهي بي 4. طبعا هون بدل نقلة بي 4 إذا اللاعب الأبيض قرر أنه يسترجع بيدقه بالنقلة بيشوب على السي 5 مع كيش، طبعا هون إجباري راح ناخد بالحصان، والآن راح نجي ناخد بالحصان. طبعا الآن عم نهدد هدول البيدقين وحمايتهم مستحيلة، فلذلك هون راح نصير في عنا تكسير للقلاع وراح ناخد القلعة. والآن نقلة قوية من اللاعب الأسود روك على الدي 8، طبعا راح ناخد القلعة فراح ياخد بالفيل. وهون اللاعب الأبيض اكتشف انه صفى كل شيء وراح على النهاية وما بيقدر ياخد البيدق بي 7. ليش؟ لأنه راح يكون عنا الفيل على البي 6 والحصان وقع بالفخ مثل ما انك شايف. فاذا هون ما فيك تسترجع بيدقك حاليا، لازم تتابع بخطتك بالهجوم على جناح الوزير. الان اف 6 واي، طبعا نيتو انه يلعب البي 5، بعدين اذا صار تكسير او ما صار تكسير راح نلعب البي 6. فالان جي 5 من اللاعب الاسود. طبعا اللاعب الاسود عم يفكر انه يامن الخانه اف 4، ولكن بهي النقله ضعف البيدق اف 6 كثير. طبعا بدل هاي النقلة بدل الجي 5 كان ممكن انه يلعب القلعة على ال H8 بعدين يأمن ملكه بعد ما ازاحة الحصان، او انه يروح على ال F7 لتأمين الملك. فاذا الان بعد الجي 5 الفيل على ال C1، طبعا اللاعب الابيض بده يروح بفيله على ال B2 لمهاجمة البيدق F6. هلا هون بدل نقلة الفيل اذا لعب النقلة B5 وتابع بخطته فرح يكون عنا 8xb5 8xb5 والقلعة على ال G8 والوضع متعادل. وايضا هون بدل نقلة الفيل كان فينا نلعب النقلة بيشوب D4 مباشرة نهاجم هذا البيدق.
طبعا هون إذا أكل الفيل بالحصان أكيد ما في ياكل الحصان بالقلعة، رح تكون بلندر، رح ناخذ القلعة مع كيش، الملك رح ياخذ القلعة ورح ناخذ البيدق اف 6 مع كيش بالكشف، وتسقط هاي القلعة والأبيض رح يربح. فإذا هون بعد نقلة الفيل رح ناخذ بالحصان، فالقلعة الموجودة على الصف الأول رح تاخذ الحصان، والآن بي 6. والحقيقة اللاعب الأسود أيضا بهذا الخط راح يقدر يحافظ على تعادل الجيم. فالروك على الإي 4 كيش، الملك على الإف 7 والقلعة على السي 4 طالبا الفيل، فالملك على الإي 6 طالبا القلعة، فهون النايت تيكس إف 6. طبعا هون راح يكون عندنا نقلة جميلة، بيشوب تيكس اتش 2 كيش، الملك راح ياخذ الفيل، والآن راح ناخذ القلعة، فالحصان رح ياخذ القلعة والملك رح ياخذ الحصان، وطبعا هي النهاية تعادل سهل للاعبين. فإذا بنرجع على جيمنا، هون لاعب الأبيض لعب الفيل على السي 1، الآن نايت على الاي 4. طبعا هي النقلة إلى سلبيات أكثر من إيجابياتها، هون ربما تكون الأفضل القلعة على الجي 8، فهون رح يكون عندنا بي 5 وتقريبا الوضع متعادل. فإذا نايت على الاف 4، فهون رح ناخذ الحصان بالفيل، فاللاعب الأسود راح ياخذ بالفيل، طبعا نقلة سيئة، هون الأفضل إنه ياخذ بالبيدق. فإذا اللاعب الأسود أخذ بالفيل، والآن عندنا ضربة تكتيكية جميلة راح تعطي شوية أفضلية للاعب الأبيض. وقف الفيديو وحاول تلاقي النقلة، طبعا النقلة هي نايت تيكس اف 6، فهون اللاعب الأسود هرب بقلعته على الخانة سي 8. طبعا أكيد إذا أكل الحصان يعني راح يخسر فرق، وبالتالي النهاية سهلة. طبعا هون اذا اخذ القلعه فرح ناخذ القلعه مع كيش، الملك رح يروح على الاي 6، والان رح نكسر الفيل، والان القلعه على الدي 4. طبعا اللاعب الاسود ممكن انه يقاوم ويحصل على التعادل بهذا الخط. فاذا هو لعب القلعه على السي 8، فالان الحصان على الاتش 5. طبعا الحصان على الاتش 7 ايضا نقله ممكنه وربما افضل، ولكن بضيق الوقت اللاعب الابيض عم يلعب النقلات الامنه اكثر. فالان فيل على السي 7، روك على الاي 1 كيش، الملك على الاف 7، الملك على الاف 7 والقلعه على الدي 7 كيش، الملك على الجي 6 والنايت على الجي 7. طبعا في عنا تهديد بكيش مات بنقله واحده، طبعا هي القلعه على الاي 6، فهون الفيل على الدي 8 طبعا لحمايه هي الخانه. هلا اذا بدك تحمي هي الخانه بالقلعه فما راح تفيدك وراح تخسر فورا بسبب روك على الاي 6 كيش، طبعا اجباري راح تغطي بالقلعه، راح ناخذها، راح ياخذ القلعه، راح ناخذ الفيل الان. فاذا اخذت القلعه راح يكون عندنا النايت على الاي 8 وكيش مع شوكي على القلعه، وراح يربح اللاعب الابيض. فاذا هون الفيل على الدي 8 والقلعه راح تاخذ البيدق بي 7، فاللاعب الأبيض يعني عنده أفضلية مادية جيدة راح تحول له الجيم لربح. طبعا لسه الجيم طويل جدا، فهون اكتفى الكتاب بهاي عند هاي النقطة. طبعا راح أفرجيكم الجيم تتمته على السريع، بس هيك يعني من باب الفضول اللي بحب يعرف شو اللي صار. طبعا مثل ما انك شايف عنا نهاية قلعة وبيادق ضد قلعة وبيادق، واللاعب الأبيض عنده بيدق سالك، فيعني عم يحاول يدعمه، ومثل ما انك شايف عم يروح بالملك وبيوصل بالوقت المناسب وبرقي وبيربح. طبعا خطأ اللاعب الأسود بالنقلة 29، طبعا هون مثل ما قلنا أخذ بالفيل وليس بالبيدق، ما كان مجرد صدفة، لأن النقلات الوقائية اللي صارت لعند اللاعب الأبيض بالنقلات 18 هي نايت دي 5 وال 19 والنقلة 21 هاي يعني أجبر فشلت خطط اللاعب الأسود وخلته يدخل بحالة نفسية سيئة. طبعا هاي النقلات الوقائية اللي منعت اللاعب الأسود انه ينتشر، يعني حطت اللاعب الأسود تحت ضغط عطول، يعني وضعه مضغوط ووضعه مكركب ومتعرض لهجوم. فلذلك يعني ايضا العامل الفني وليس فقط العامل النفسي، العامل الفني ايضا ساهم بارتكابه للأخطاء. طبعا مارك دوفرتسكي من افضل المدربين بالعالم قال يعني انه تمرين اللاعب على
اللعب الوقائي راح يطور مستواه كتير، راح يساعده لحتى يمشي خطوة إضافية في عالم احتراف الشطرنج. فكان هذا الفصل الثاني عشر، اللعب الوقائي، إن شاء الله يكون فيه الفائدة والمتعة. إذا حبيتوا هالنوع من المحتوى لا تنسوا دعمنا بالاشتراك واللايك والتعليقات والاشتراك بالقنوات الصديقة، قناتي الثانية ملك الشطرنج وقناة ألعاب الذكاء الصناعي اللي عم تشوفوا رابطة الآن بشاشة النهاية، وأكيد الدعم المادي الباي بال بالوصف، الانتساب بالقناة زر. شكرا للمتابعة والاهتمام، نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.